مرحبا مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع في لمة جديدة على الوطنية. اليوم سعيدة جدا بانه نلتقي الفنانين التويسة زيت العايشين خارج حدود الوطن، خصوصا وقت اللي جيبنا في الصيف في اجازة، نحاولوا من خلال لقائتنا ان نضويو عليهم ونحكيو باكثر تفاصيل عن اعمالهم. اليوم عنا فنان تونسي يعيش خارج حدود الوطن، طبعا تعرفوا عليه بعد شوية، ولكن تجربته الموسيقية في تونس انطلقت من بعد كانت موجودة التجربة هذه في الخليج. هذيك علاش معايا مهدي الشارد باش نتعرفوا اكثر عليه، على اعماله، عن اقامته في سلطنة عمان. مرحبا بك مهدي. اهلا وسهلا، مرحبا بك، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، لاباس الحمد لله كل. طول ما انت بخير احنا بخير، لاباس انت؟ عايش كسافها، لاباس الحمد لله. من تونس الى سلطنة عمان؟ اي نعم. تجربه موسيقيه جديده؟ اي نعم اي نعم. رحله من تونس لسلطنة عمان. و كيفاش بدات؟ بدات 2000 بون بدات 2012 وقت اللي خرجت من تونس، دونك لكن فعليا بدات التجربه الفنيه نقولوا احنا في تونس في الانتاج بدات 2018. حتى التو بون لاباس الحمد لله، قاعدين ننتجوا قاعدين نخدموا نحاولوا. انت بالاساس استاذ موسيقى؟ انا بالاساس استاذ موسيقى، متخرج من المعهد العالي للموسيقى بسوسه، اختصاص غناء غربي. بون نغني عربي بيان سور، خاطر هذيك موزيكتنا وجونا وتولدنا ويعني وذنا مليانه بالموزيكا العربي. عملت اختصاص غربي اوبيرا، نتعرفوا على ثقافات جديده، نتعرفوا على تكنيك دو شون جديد، نتعرفوا على ريبرتوار اخر. دونك كانت تجربه الحقيقه مانيش ندم عليها وفرحان بها ياسر. فرحان بها ياسر. من الموسيقى الغربيه الى الموسيقى التونسيه والعربيه والخليجيه في التجربه. اي نعم اي نعم. بالنسبه للموسيقى في الخليج يعني، ولا التجربه اللي عشتها تقريبا على امتداد 10 سنوات، الخليج يعني بعيد علينا شويه او نيفو ريبرتوار الاغاني يعني اللي تتغنى. نقولها للاسف يعني اغانينا مش معروفه برشا في الخليج، سوف شويه اغنيات سورتو المعروفين مثلا القدم نتاعنا. اي مثلا يحفظوا مثلا نقولوا احنا سمره يا سمره ولا جاري يا حموده، يحفظوا شويه لبعض الفنانين نتاعنا الكبار المعروفين. لكن الحقيقه انا ماذا بي اكثر ماذا بك اكثر؟ شنو عملت باش توصل الموسيقى التونسيه مثلا في سلطنة عمان؟ هاك انت موجود 10 سنين، شنو الحاجات اللي عملتها مثلا خليتهم يتعرفوا على موسيقانا وخليتهم اكثر يحبوا الموسيقى التونسيه ويتعرفوا عليها من خلالك؟ نحاول في كل مناسبه تكون عندي حفله خاصه او تجمع مثلا نحكي اول حاجه على الموسيقى التونسيه، نغني تونسي ونحاول نختار الحاجات اللي لهجتهم اللهجه معناها لغتهم تكون قريبه ليهم او اللهجه نتاعهم تتفهم التونسي المفهوم، ونحاول اكثر ما يمكن اني ديما نمرر اغاني تونسيه ديما نمرر، وفي اي مناسبه ولا حاجه نحكي على الموسيقى التونسيه وديما نحاول نرفع من شان موسيقتنا لان هي شانها عالي. لكن بون ممكن فما توجهات معناها مازلت ما تكرستش على 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 ارض الواقع باش تكون الموسيقى التونسيه عندها اكثر اشعاع في الوطن العربي، خاصه اللهجه التونسيه. اللهجه التونسيه، شنو هي الاغاني اللي تعديت وحفظوها وحبوها؟ فما كما قلت لك فما مثلا سمره جاري في جديد بون يحبوا الحقيقه بلطي. شنو يسمع بلطي؟ يسمع بلطي، يطلبوني ساعات يا ليل يا ليل، هذيك يحبوها برشا. نوردو قاعد يوصل الخليج. فما صابر باعي بون اكيد، فما غنيت صابر باعي، فما لطفي بوشناق الحمد لله ديرا نوصلوا شوي شوي. اي لكن ديما انا ماذا بيا اكثر الحقيقه، ماذا بيا اكثر رغم انه تعيش في الخليج لكن بقات اغانيك تونسيه، وكانه اصرار والحاح انك الموسيقى التونسيه انت والتونس لازم تبقى تغني كان في اللون التونسي، والا فماش تجارب اخرى موسيقيه تعرضت عليك في الخليج؟ هي الحقيقه ماهيش مربوطه باني موجود في الخليج دونك يلزمني نغني تونسي، لا ولا العكس. انا انتاجاتي كانت متنوعه وكان معناها العمل نتاعي على اختيار الاغاني كان مدروس، ما كانش هكا معناها غني وكهوي. غني حاولت نغني برشا الوان، وغنيت اللبناني، غنيت المصري، غنيت الخلوحنا المغاربي، وغنيت العمل الاخير هذا البروجي الاخير اللي هو حلمه
اللي هو مصري، وان شاء الله العمل اللي جاي فما عمل تونسي ان شاء الله باذن الله تو نتحدثوا عليه من بعد كان بقى نتحدثوا عليه تو. اكيد العمل التونسي هذا كيفاش باش يكون؟ اغنيه تونسيه نقولوا احنا حفالي شويه، فهمت؟ غير النمط اللي كنت نغني عليه، معناه اللي قارن بين ميدلي عبد الحليم اللي باش نتكلموا عليه شويه بتتر والغنايه التونسيه ان شاء الله اللي جايه. يعني فما تحس فما تناغم. غنيت شويه عبد الحليم الميدلي الاخير هذا كان لعبد الحليم، هو عباره على ثلاثه مقاطع من ثلاثه اغاني لعبد الحليم، توزيع جديد بالطبيعه. لازم نذكر الموزع والناس اللي خدمت، هيثم بن علي هو من موزعين الشبان اللي عايشوا في الامارات واللي خدموا الموسيقى واللي بصراحه شاركوني هالعمل هذا، كانت فريمون ثمره ممتازه يعني، وانتاج كان حلو برشا، انا فخور به جدا وفخور بالتعامل مع المجموعه هذه اللي خدمت معي العمل هذا. تخدينا للفرحة مانا وأمانة يا دنيا مانا، تخدينا للفرحة مانا وأمانة يا دنيا مانا، تخدينا للفرحة مانا وتحلي الحزن بعيدا الحزن بعيد عنا، قال الحب استنى استنى. أكيد أنه التجارب الموسيقية نتاعك تلوانت ما بين عبد الحليم، ما بين الشعبي، ما بين الوتري، وتبحث على التجارب الموسيقية، أي تجارب كانت الأقرب واللي قدمتك للجمهور خير؟ والله التجارب خاصة اللون الرومانسي أكثر. هكا نرتاح نميل للون هذاك، في شويه مواضيع معناها عاطفيه نقولوا احنا تقريبا هذاك اللون اللي يعجبني. لكن معناها اذا كانت تكون تجربه باش تضيف لي وتكون مواضيع ثانيه ولا حاجه ولا دي جون اخرين، معناها انواع اخرى نتاع موسيقى، ما يقلقنيش، معناها نغني وما عنديش مشكل. كانت عندك تجربه مع مصر مع فنان مصري؟ اي نعم. على شنو كنت تبحث وقت اللي غنيت مع مطرب مصري؟ تجربه مصريه. والله هو كان اقتراح من صديقي محمود صلاح، هو فنان مصري وملحن في نفس الوقت، قال لي وقت مناسبه رمضان، قال لي شنو رايك غني حاجه في رمضان، هكا حاجه جوك التجليات ومناسبه رمضانيه. دونك قلت له علاش لا، بالعكس سمعت المشروع، سمعت الموسيقى، عجبتني وقلت علاش لا، مادام تجربه تضيف لي يلا خذ يلا يلا ما نقولش لا. شنو كانت تصدى العمل نتاعك؟ شنو اصداء اللي وصلتك؟ والله انا مرتاح، انا ساتيسفي، العباد اللي سمعوها معناها عجبتهم. يا ربي نجيني من ضعفي، احميني، اغفر لي لما اخطا للطاعة قويني. يا ربي نجيني من ضعفي، احميني، اغفر لي لما اخطا للطاعة قويني. برضاك ما فيش توها تبال التوبة، غفور ودود ورحيم، ارحمني واهديني، ارحمني واهديني. يا ربي ناديت وبتوبة ناجيت، لا
فجر جديد. أنا بدعي رب البيت غفور كريم وعزيز يرحمني يهديني برضاك ما فيش توها وبتبال التوبة غفور ودود ورحيم ارحمني واهديني ارحمني واهديني. كنت في مصر قبل ما نجي لتونس وكان فما تعامل مع ان شاء الله مع اخوه مصريين كلمات والحان وتوزيع ممكن فهوكا قاعدين نشوف الاخوان المصريين خلي وقت اللي نثبتوا المشروع معروفين عندهم تجارب فيهم المعروف وين باش تمشي توجه شعبي رومانسي باش نبدا بشوي اسمع انت تو تخربش فيا شويه ونحكي لك على الفروزين نغنيها لك وكاي الاغنيه هو والله اجي نقول لك يعني التوجه شبابي خليني نقول لك شبابي لانه تعرف من يلزمنا نكونوا مع الموجه صحيح ما نجموش نكونوا بعد برشا على اللي يعيشوه الشباب وانت شاب زيد بصح انا الاولاد جيلي دونك مش نغني الاولاد جيلي ونغني معناها الاغنيه اللي توا تنجم تخرج في 2022 و2023 وتتسوق. اي وتتسوق وتتسمع دونك مواصفاتها خليني نشوفوا كيفاش معناها نحافظوا بالطبيعه على المينيموم تاع المستوى الموسيقي ونخدموا حاجه اللي ان شاء الله تعجب الناس اهم شيء. باش نواصلوا مشوارنا معاك مهدي باش نزوروا سيدي بوسعيد. قداش عندك ما جيتش سيدي بوسعيد؟ ايه سنوات. سنوات والله عندك ما تقوليش 10 سنين اكثر والله نقول لك اكثر والله اكثر. حتى كي جيت في زياره لتونس ما تجيش والله هي لا انا ولد القروان عايش في سوسه. أبا انا ولد القروان عايش في سوسه وهي في الاخير تونس الكل بلادي وانا نحب تونس من اقصى الشمال لاقصى الجنوب وين نمشي حس روحي ديما في بلادي. يصير احنا الجهات هي مجرد تسمية. هذا هو فسيدي بوسعيد ما كانت ليش فرصه الحقيقه ونروح تعرف فاكونس قصيره خدمه والعائله ودونك فوالا هاي فرصه والله فرصه 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 جيت معك والله على الاقل يعطيك الصحه على الاقل تكون المناسبه مناسبتين انك تشوف سيدي بوسعيد تشرب قهوه به ومشمومه وكل وانا كتصور حلقه على الاقل بما انه اللي يعيشوا خارج حدود الوطن ماذا بينا كل ما يجي يصوروا معهم على خاطر ما نلقاوش الفرصه في وسط العام انهم يكونوا موجودين معنا ضيوف هذاك علاش نحبوا انهم زادوا هما يسمعوا اصواتهم ويقدموا اعمالهم الفرجويه والا الكليبات والاغاني نتاعهم. ما ديمش نزيدوا وزوروا سيدي بوسعيد. اي نعم. باش نخلصوك في العشر سنين هذوما نعطيوك لك مع الكل وانت تتصرف. انا معك انا معك تصرف. يلا. تاني حنروح للحب تاني للنور والعزان من تاني وتاني حنروح للحيرة تاني للنور والعذاب من تاني وتاني حنروح للحيرة تاني للنار والعذاب من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وأهط الألم ويغيب القمر ونعيش السهر وأهط الألم وليالي الندم. مهدي برشا فنانين تويسا وقت اللي مشاو خارج حدود الوطن ولاو يغنيوا أكثر للبلدان اللي هما يعيشوا فيها، لكن أنت أصريت أنك الأغاني التونسية تقعد هي البوابة الوحيدة اللي تغني فيها، هل هو اختيار أو أنك من بعد فما مشروع آخر وبروجي آخر أنك أنت تتوجه زادة للجالية العربية وكذلك للجمهور العربي اللي أنت قاعد تعيش معاه 10 سنين ما شاء الله؟ أي بالنسبة لي هي اختيارات معناها كل فنان كيفاش يحب يكون التوجه نتاعي. أنا بالنسبة لي البداية نحبذ أنها تكون للجمهور التونسي أنها تكون من تونس. من بعد
الانتشار او انك تغني حاجات او انك تطلع لبرا اكثر ما ينجم يكون كان الا من تونس، والبدايه ما تكون كان من تونس. دونك اختيار مني اني نبدا من هنا، وبعد ان شاء الله شويه شويه الواحد يزيد يقدم القدام في مسيرته ويزيد ينتشر ان شاء الله، علاش لا، على المستوى العربي. كان عليها ديما نحلم بيها على بالي طول الليل، فيها شعلت النار مولات ليزيونوار، يا انا بغيتك للدار معاك العمر طويل. لامور سي با فاسيل، لامور سي با فاسيل، لامور سي با فاسيل، الحب شيء جميل. لامور سي با فاسيل، لامور سي با فاسيل، لامور سي با فاسيل، الحب شيء جميل. زاده بي هاد الليل، هاد الليلي انتي لحبيبة ديالي وانتي غزال هاد الليلي. وليت الغير عليك تروح نتبع فيك، وليت الغير عليك تروح نتبع فيك، يا انا قلبي فرجيل. لامور سي با فاسيل، لامور سي با فاسيل، لامور سي با فاسيل، الحب شيء جميل. لامور سي با فاسيل، الحب شيء جميل. ما تسوى حياتي بلا بيك، يا لحبيبة افهميني انت عمري الموت عليك. نبغيك تكون احلالي نتهنى ويرتاح بالي، نبغيك تكون احلالي نتهنى ويرتاح بالي، مليت الصبر طويل. لامور سي با فاسيل، لامور سي با فاسيل، لامور سي با فاسيل، الحب شيء جميل. لامور سي با فاسيل، الحب شيء جميل. كانت لك برشا أعمال ديو غريب ومع غيرها مع المصريين وغيرها. أي نعم. علاش اخترت أنك تمشي مع موجة الديو؟ والله تجارب وباش تتعب، وإلا عندك بروجيات أخرين قاعد تخدم عليهم؟ الحقيقة بالنسبة للديو اللي خدمته الثاني مع ريم ناجاتي واللي نوجه لها تحية، كان يعني مربوط بظروف معينة. كان الكورونا وقتها في تونس والمشاكل اللي كانت صايرة والناس قاعدة تموت فريمان، معناها وإحنا تعرف نعيشوا لبرا، فيمكن الإحساس متاعنا دوبل أضعاف. أبار إنه الواحد يساعد يعامل روحه ويعاون البلاد، مش نقول أنا شو عاونت البلاد، لكن على الأقل بالنسبة لي اللي ظاهر للناس إني غنيت غناية تشكي وتبلغ صوت الناس الضعاف اللي ممكن صوتهم ما وصلش وقتها. في الوقت ذاك للسياسيين، تعرف السياسيين شو صاير عركة في الوقت ذاك، أي يعني كل عام. أي فلا دونك ريم ما كانتش رافضة المبدأ، وبالعكس هي كانت متشجعة برشا الغناء. وكلمنا حميدة جراية المرحوم، الله يرحمه، توفى غدرنا سي حميدة جراية الله يرحمه وينعمه. اي دونك كتب لنا الكلمات
وهي في إيطاليا وتوزعت في الإمارات وأنا في عمان وتلمت الأحباب عرفت شنو وطلعنا الغنية هذيك. والحقيقة الناس كل كانت متطبعة معناها ما فماش شكون طلب فلوس ولا حاجة وطلعت الغنية من القلب اسمها أي أي والحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله احنا ديما نحاول نعاونوا باللي نقدروا من مكاننا. شكون فنانك المفضل اللي تسمع له ديما في تونس ولا البرة؟ ساعة قولي في تونس ولا البرة. باي في تونس شكون؟ في تونس انت حطيتني بيج عرفت شنو على الاخر توا والله شكون وما غير بيجات والله في تونس شوف شقول لك هكا توا توا هكا بيعطيني زوز اسامي على الاقل. انا ما نقولش انا نسال سؤال واحد, واحد بركه واحد بركه هيت زوز ثلاثه باش ما يتغشوش باش ما يتغشوا شيء. الاستاذ لطفي بوشناق وكان لي معه لقاء فما أمين بنت قبل يمكن. قبل لما توا لا لا ما الحقيقة ملي مشيت الخليج ما بعد شوي أي نعم وبطبيعة الحال عنا صابر رباعي مشرفنا ومنورنا ديما ومحمد جبالي كنت متأكدة أي بصراحة يعني محمد جبالي من الأصوات اللي شبك ما قلتش فما نسي زيد عندهم أصوات يتغشى شراها ويتغشى عليك زيد الفنانين والله لا ما يتغشوش حضرك أصوات رجالية لا هو ما نجمش نختار أكثر من ثلاثة فهمت أما بون هذوما الأقرب للقلبي وأقرب معناها النفسي الأحاسيسي هذوما معناها اللي نشوفهم أنا أصوات معناها أما فما أصوات أخرين زاد ممتازين أصوات نساء فما دي جون صغار معناها ممتازين على الأخر مش هذو ثلاثة أما ديما الواحد كبارنا ديما يلزمنا حدود إحساس جميل دواي أكبر من الغرام واللي ما بيني وبيني أكبر من الكلام إحساس جديد خدنا البعيد ملوش حدود ملوش حدود إحساس جميل جواي أكبر من الغرام واللي ما بيني وبين أكبر من الكلام بعد مين بحب غير في كيف تلتقيوا كفلانين التونسية كعازفين وكجالية تونسية خارج حدود الوطن في سلطنة عمان؟ احكي لي شوية. والله نتلقى ونعملوا شيخة وتعملوا سهريات شو قاعدين تنشطوا غاديك؟ والله أنا أول حاجة ساعة مناسبة نتلقوا فيهم لأنه كل واحد عرفت شو كل واحد لاي في حياته الناس تخدم فما ناس عندها ارتباطات مواعيد معينة دونك نتقابلوا الحقيقة نحكيوا على تونس خاصة تونس فهمت ما نحكيوش على حد شيء ما نحكيوا من فريمون معناها تعرف احنا ديما البرة نستحشوا أكثر تونس عرفت معناها الواحد ما وأي واحد أنا نوجه كلامي للي عايشين هنا تقول أنا نحب نخرج اليوم معاك أنا والوضعية اللي نعيشوا فيها سي فغي معناها ممكن فما ناس تميل أنها تخرج الخارج لكن وقت اللي نخرجوا من تونس صدقني معناها الهواء اللي تنفس فيه غالي برشا في تونس دونك الهواء ما قلتش حاجه اخرى الهواء فريمون نستحفظ على تونس انا دونك هذا ميساج للشباب وللناس الكل باش تحكي برشا برشا اي نعم برشا برشا نعم اي نعم نستحفظ على بلادنا كل تنفيسه هكا تتوحش فيها صدقني تونس صدقني معناها بدون استثناء اصحابي ومعايا ويعرفوا تونس لا يقلها معناها والله العظيم احنا مضطرين خرجنا على غالب او يسمعوا فينا كفما سياسيين يسمعوا فينا على الاقل قاعدين تخدموا وتنوروا في تونس البرة اكيد اكيد انا حتى في كليبي الاول والثاني معناها بشديد صحيح اني نهبط لهنا لتونس ونصور صورت مثلا كليبي الاول صورته في قروان خذيت بعض البلايص في قروان وصورته في سوسه
وكليبي الثاني صورته في زغوان بلاصة تعشق على الاخر، وانا بالعاني صورت في بلايص كيما هكاك خاطر ليماج تاع بلادنا. ابسط حاجه، ابسط حاجه نجم نقدمها انا لتونس اقل ما يكون، فهمت؟ خاطر هي عطاتنا برشا قراتنا ودواتنا فهمت. دونك يلزمنا على الاقل نرجعوا لها شويه، نحاولوا فما حاجه تظهر، فما حاجه تكون سفرائنا وقت اللي تخرج انت مثلا في سلطان عمان وتحط الكليب نتاعك في اذاعات والا في الباج نتاعك ولا تبعثوا لاصحابك ياخذوا فكره على بلادنا، وهذه حاجه مزيانه برشا. اكيد انا مرايه بلادي، انا وقت اللي نطلع نغني في بلاصه في سلطنة عمان او اي مكان في العالم ولا في الخليج ولا في، انا مرايه بلادي. هذا تونسي ويحكم عليك بغنائك بسلوكك بكلامك. دونك ديما ان شاء الله نكونوا في المستوى وكاو ننوروا البلاد، هذا اهم شيء. I'm not afraid.
اخر اخبارك الفنيه؟ اخر اخباري الفنية خصوصا انه انت في اخر ايامات العطلة تاعك. اي اي وتجري العطلة، والله نحكي لكش العطلة كل واحد يخطفك من جيرة، عرفت شنو ما تخلط على حد شيء. دونك نحثك شوي على الميدلي الاخراني هذا. الميدلي الاخراني هو عبارة على حلمة، هو انا سميته حلمة. وبون حلمة كانت ملي صغير كنت نحب عبد الحليم، نسمعو ديما وانا في الصغرى، دونك نحفظ برشا عبد الحليم، وكانت حلمة اني نعاود له غنايته وما فهمت. دونك كانت فكرة بيني وبين الموزع هيثم بن علي، نوجه له تحية هيثم، هو في تونس وكل تولى تقابلنا. دونك هيثم اخترت مع بعض الاغاني، خذينا مقاطع من غناية عبد الحليم، كانت عنده أفكار ممتازة برشا اللي عاد توزيع الغنايات هذه، وهذاك اللي صار عودنا وزعناها. كان تنفيذ غاية معناها من في الروعة، معناها النجم والناس يدخلوا القناة في اليوتيوب ويسمعوا الميدلي، تنفيذ ممتاز ياسر، تسجيل ممتاز ياسر، ويستمتعوا بأغاني عبد الحليم بصوتك. أكيد أكيد أغاني عبد الحليم، معناها لانه تعرف عبد الحليم يعني يواكب تقريبا، عنده مده مواكب فهمت، حتى التوزيع الجديد تنجم تخدم معه عبد الحليم، تنجم تغني غنايات موزعه باصوات جديده وتوزيع جديد ما غير ما تفسخ الهويه بالطبيعه نتاع كما يعملوا البعض، معناها يجي كوفر يبدل يفسخ كل شيء. معناها انت خليته عبد الحليم ولكن اي توزيع جديد، افكار جديده، حاجة إن شاء الله تعجب المتفرجين وتعجب المستمعين، ونوعدهم ديما إن شاء الله بجديد. مادي شنو تحب تقول للناس اللي يحبوك؟ كلمتك الأخيرة جمهورك مرحبا بك في تونس، نتمنى لك برشا نجاح وبرشا توفيق. عايشك، أول حاجة ساعة نشكرك يعني على الاستضافة، ونشكر الشباب اللي خدموا معنا وصوروا معنا، يعطيهم الصحة تعبناهم اليوم. دونك انا فنان تونسي ديما نستنى الدعم من اولاد بلادي، من جمهور تونسي، نحاول ديما نقدم حاجه تعجب الجمهور، ان شاء الله ديما نكون عند حسن الظن، وان شاء الله نوعدكم ان شاء الله بجديد في اقرب وقت ان شاء الله. نشكركم برشا. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا وعددنا لليلة من برنامج لما نجوم، تقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. تصبح على خير وإلى اللقاء.